عادة الصور تلتقط الضوء، لكن هذه المرة أريد للصور أن تلتقط الصدى، صدى الحرب الأهلية في لبنان والاشتباكات التي تبعتها، خصوصا اشتباكات طرابلس. وثقه الصليب الأحمر اللبناني في معرض في فيلا باراديسو في الجميزة، حيث علقت صور تختصر معاناة المدنيين في الحرب وصعوبة عمل المسعفين وذكرياتهم. في كل حرب حيث الضحايا هناك قصص للإنسانية تبدأ وضجيجها يبقى ولا تمحى بسهولة. من أصعب التجارب اللي كانت هي مرت علي بخلال مجزرة أنا 2006، لما كنت عم جرب شيل طفلة صغيرة من حضن أمها. أمها جربت، كانت عم تحميها لحتى بركبت أنقذها، لكن ماتت هي وأمها خلال الغارة اللي صارت بكانو. نص ساعة أخذت حتى شرت إيد البنت عن أو إيد الأم عن بنتها. بلشت تجربتي ومشاركتي بالحرب اللبنانية بخلاقة الزعتر. كنا نعمل إغاثات للضيع على ظهر الحمير، لأن ما كان في وسيلة تانية إلا عن ظهر الحمار نوصل للضيع. هذا المعرض الذي حمل اسم صدى الأصوات خلف الصور، تعاون فيه الصليب الأحمر مع عدد من المصورين اللبنانيين لعرض أبرز ما التقطوه من مشاهد الحرب. بعدت عن الدم وبعدت عن كل شيء اسمه جثث، لأنه صور الإنسانية هي اللي فيها رسالة وهي اللي بتوصل قديش كانت الناس عمالة تعاني خلال الحرب الأهلية اللبنانية. اخترت مجموعة من الصور اللي فيها إنسانية وفيها دم أسيل وفيها نوع من المآسي والتعاسي لبعض الناس من خطفوا يلي راح أهلهم. حتى 26 من الشهر الجاري يستمر هذا المعرض، الذي يؤكد منظموه أنهم يريدون أن تكون الصور هذه عبرة لكل من يرى الحرب خياراً.